عايز يعمل مشروع ويمكن بدايته ما تعديش الألف جنيه، دي استثماراته. يركز معانا في الدقائق اللي جاية، هتشوفوا كيف يمكن استخراج الحرير من دود الأز. مشروع مربح جدا، ويباع الحرير إلى كل مصانع الغزل المتخصصة في غزول الحرير. خليكم معانا. الموضوع النهاردة مش مجرد هواية أو لعبة أطفال، ده بقى مشروع لدراسة جدوى وربح، وكمان جهات تسويق وتصنيع وإنتاج أقمشة خام. الموضوع علم كبير إن مصر ترجع تاني لإنتاج الحرير الطبيعي. طب هل ده ممكن؟ طبعاً وبسهولة جداً، والدليل قدام حضراتكم. الجدعان الثلاثة دول قرروا يتبنوا استعادة مصر لقدراتها على إنتاج الحرير الطبيعي رغم إن إمكانياتهم بسيطة جداً، وبدأوا فعلاً الشغل وربوا 96 ألف دودة أز. تمنهم بسيط جدا، حوالي 1680 جنيه، وسهروا جنبها ليالي، وفعلا أنتجوا شرائن الحرير حوالي 13 كيلو جرام، وسعر الكيلو 2500 جنيه، يعني صف الربح حوالي 30 ألف جنيه. ولو فكوا الحرير السعر يتضاعف 6 مرات، ولو تصنع الحرير الربح يبقى 8 أضعاف. خلونا نبدأ مع محمد قشطة، وهو واحد من الشركاء الثلاثة في مزرعة الحرير ومؤسسها في الصنطة بالغربية. هو كان مدير إدارة الإسكان بالغربية وعلى المعاش حاليا، ومتفرغ لمزرعة دود الأز. راح كده فهمني بقى يعني ايه مشروع انتاج الحرير، ويعني ايه وادي الحرير، وحلمك رايح لغاية فين؟ انا وانا عمري 13 سنة ربيت يرق دودة الحرير في البيت عندي في مساحة غرفة 22 متر. كان بيشرف عليا ناس من الإرشاد الزراعي في ذاك الوقت، كان بيجي يعمل عليا إشراف مرتين في الأسبوع. المهم أنا كنت واخد الموضوع بحب وبعشق، مديت الموضوع. جماعة كانوا وسطهم مني شجعوني، كل يوم يتمادوا معايا في التشجيع لغاية ما جمعنا الإنتاج ورحنا وردناه في مصنع شيبين الكوم للحرير. أنا وردت فيها 12 صفيحة. 12 صفيحة في مصنع شيبين الكوم. كان سعر الصفيحة في الوقت ده 8 جنيه. من 2 جنيه للربع. هايل. في مدة 35 يوم. مدة 35 يوم عمر مش كبير، تقدر تعمل فيه لو عندك أكل وتغذية، تقدر تعمل فيه 4 دورات و5 دورات. طبعا أنت عندك شجر التوت بينتج الأوراق بتاعته ابتداء من الربيع اللي هو 1 إبريل أو نهاية مارس لغاية 15 أكتوبر. في الوقت ده، المدة دي والمسافة دي كلها تقدر تنتج حرير، وتقدر تربي رقات الدود دي، تعمل لك 3 دورات 4 دورات 5 دورات إذا أمكن كمان. لو عندك مجال وعندك وقت وعندك كمية التغذية. إنما دلوقتي إحنا عايزين نعمل كمية وعايزين ندخل مصر في صناعة الحرير. من فترة بسيطة، من حوالي 4 سنين، الصين غزت مصر بإنتاج الحرير ده بكثافة، غرقت السوق المصري، فتحت شهية السوق المصري للشغل في الحرير. وجات الصين فترة قامت منع توريد الحرير، أصبحت مصر في طروب، الصناعة المصرية بقت في طروب، أقلع عن الصناعة دي أكتر من 80%. لكن عندنا مصانع ما زالت قائمة في صناعة الحرير. إحنا عندنا مصانع قائمة حالياً، يعني عندنا قرية أبو شقرة، عندنا أخميم، عندنا في المحلة، عندنا في كفر الدوار، عندنا في الهرم. لا، فيه وفيه صناع حرير، فأمهر صناع الحرير في العالم موجودين في مصر.